الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أصحاب السعادة أيها الحفل आज सऊदी अरब का माशाल्लाह यौमुल वतनी हम जा रहे हैं रुद्दफ पार्क में और वहां पे मलिक सऊद बिन नहार गवर्नर तैफ भी तशरीफ लाएंगे वहां पे फौजी परेड भी होगी हम वहां दिखाएंगे इंशाल्लाह नजारे बड़े खूबसूरत होंगे हमारे साथ होंगे We'll be right back.
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، تنطلق الآن فعاليات محافظة الطائف للاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 برعاية وتشريف من محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار. تنطلق بكل حزم وعزم الكتل العسكرية المشاركة من جميع قطاعات بلادنا الغالية، من قيادة منطقة الطائف ووزارة الدفاع ومن وزارة الداخلية وجميع القطاعات المشاركة في هذا الاحتفال، احتفال اليوم الوطني 94 لمملكة الخير والعزة. مملكتنا الغالية هوية واضحة، دليل نهضة تطويرية تقودنا لمستقبل مشرق تحقيقا لرؤية المملكة 2030. كل عام والمملكة